بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول السلام اللي قاعدين نشاهدوا فيه احنا أهل القرآن هو أن إبليس منامه لربي فقط ومش بش يعمل كما هو خطط، لأن رحمة الله وسعت كل شيء وكتب جلها لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. أين هي الآن الأمة هذه؟ هنا الشيطان ربح في بداية الطريق لأنه عرف كيفاش يظل الأغلبية، خاصة أكلي كما الردة وقت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الشيطان خذا فرصة أن رجع الكرب اللي كانوا مدرقين كفر بالرسول الكريم، لأنه وقت اللي جاء التأييد الرباني ودخل الناس في دين الله أفواجا، يعني اللي دخلوا البعض منهم صادق والبعض يتبع. منا كما القرد ربما يتبع بنادم في بعض حركات في بعض علاقات فيما بينهم، علاقة الذكر اللي أكثر سن أكبر سن بالذكر اللي تحت منه ولو ما شاء، كما عندنا في عائلات كونه الجد له قدره أعلى من قدر الأب وهكذا. إبليس خلى الكرب يرجو الكرب، قال أنتو ما عادش شما من كما تقول أنت قطار يسير مشى، اللي كان قطار يسير سير مشى، ولهذا توا اكشفوا على حقيقتكم. اي اش تلزموا تعملوا في هذا الكشف؟ تمتنعوا عن دفع الزكاة لخليفته عليه رضوان الله. شوف ابليس كيفاش يخلي الكرب تحت الكروبات. وانا مانيش من نوعي نحب نتكلم في الموضوع هذا، لكن ابليس فاعل على ضوء ما قاله في حضرة الرحمن قبل ان يطرد من جنة النعيم ويطرد من رضوان الله. وسمي ابليس لانه هو يأس مطلقا من ان تنالوا رحمة من الرب، لانه كان قليل الحياة وكان هو الأول، أول بالنسبة للأوائل العنصرية اللي توفى فيها. العنصرية راي موروثة من من الشيطان، لذلك العنصرية ما يجي منها كان المظالم وما يجي منها كان الفساد ويجي منها قلة الأمن اللي اليوم ظهر بالكشف للعالم كله فاقد الأمن أو يكاد. ولهذا أعنا القرآن راه نجيبو لكم الأشياء بعد ما ندرسوها، راهو مناش نلعبو معاكم، إحنا ناس مخبرون ننقل ما حصل عندنا من أشياء فيها فايدة لكم، فننقلها لعلكم تستفيقون من هداياتكم وهداءاتكم، أي لديلير توت سور دو ديلير اي توت سور دو بيكوز. والسلام على محمد وإخوان الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين، والسلام على أمة السلام، والحمد لله أولا وآخرا وهو السلام.